مشاهدي متابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، هنا من استاد الدفاع الجوي انتهت مباراه بيراميدز امام النادي الاهلي، وهي المباراه المؤجله من اسبوع رقم 28 بتفوق نادي بيراميدز بثلاثيه دون مقابل عقب انتهاء هذه المباراه. طبعا مان اوف ذا ماتش لهذه المباراه محمود صابر، بنرحب بيك على شاشه اون تايم سبورتس. نقول اداء النهارده متميز وفوز كبير النهارده في ختام مباريات نادي بيراميدز على النادي الاهلي، شايف الفوز ازاي وشايف جائزه رجل المباراه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بالكباتن الموجوده في الاستوديو. والله احنا الراجل قال لنا احنا عايزين نختم كويس، واحنا خسرنا في الدور الاول 3-0، وهو قال لنا احنا مش عاوزين نغلط عشان هم بيستغلوا الاخطاء، وربنا كرمنا وكسبنا وعملنا اداء كويس الحمد لله. الجائزه تهديها لمين النهارده؟ والنهارده كان ليك فرصه يعني شوطه كالعاده، يعني القذائف بتاعتك في المغرب النهارده كانت في هذه المباراه، الفرصه اللي كانت النهارده جت في عرضها، شايف الفرصه ازاي؟ والله هو مش محمود صبر بس نجم الماتش، الفرقه كلها هي اللي تاخد الجائزه دي مش محمود صابر بس، والحمد لله ما فيش توفيق، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الجو وجبيك وانا احسن ان شاء الله. محمود صابر بعد اداء متميز في بطوله افريقيا طبعا تحت 23 عام، طموحاته الفتره الجايه عروض كثيره، عايزين نعرف بقى حقيقتها عبر استاد مصر شاشه اون تايم سبورتس. والله هو لسه ما فيش حاجه، انا مستني وان شاء الله. مفيش عروض رسميه جت؟ مفيش عروض، بس ان شاء الله يجي الفتره الجايه، وان شاء الله لو جه حاجه ان شاء الله اخرج ان شاء الله. محمود صابر عايز الاحتراف ولا عايز يكمل جوه مصر؟ الاحتراف ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله. على لسانك اهو. توفيق يا محمود، ربنا يخليك. شكرا شكرا كابتن شوبير ومشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، هكذا تحدث محمود صابر افضل لاعب في مباراه بيراميدز امام النادي الاهلي. الان العوده لك ومشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، تفضل.